أهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. قال قيادي في درع الفرات لأخبار الآن إن كتائب الجيش الحر المنضوية سابقا تحت درع الفرات ستدخل إلى إدلب لاجتثاث هيئة تحرير الشام النصرة سابقا من المحافظة. وكانت تقارير إخبارية أفادت بأن الجيش الحر لم يقرر بعد المحاور التي سيدخل منها إلى إدلب. شنت هيئة تحرير الشام النصرة سابقاً هجوماً واسعاً على المناطق الشمالية من إدلب بهدف توسيع رقعة سيطرتها وصولاً إلى معبر باب الهوى. وقال مراسلنا إن مقاتلي أحرار الشام تمكنوا من صد الهجوم على منطقة بابسقة، وكبدوا مسلحي النصرة خسائر كبيرة في العتاد والأرواح. نفذت القوة العراقية عمليات بحث وتفتيش من منزل إلى آخر في المدينة القديمة في الموصل، بحثاً عن خلايا نائمة لداعش ومنهم المتخفين وسط الأهالي. كما تعمل القوات العراقية على تدقيق الهويات للتأكد من كون المقيمين في المنازل هم من سكانها الأصليين. قتل شخصان على الأقل وأصيب آخرون بجروح إثر هزة أرضية وقعت قبالة السواحل الجنوبية الغربية لتركيا، بلغت قوتها 6 درجات و17 درجة على مقياس ريختر. وذكر مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي أن الزلزال قد يتسبب في إحداث موجات تسونامي خفيفة، غير أن مسؤولين أتراك رجحوا تشكل أمواج كبيرة وليس أمواج تسونامي. قدم ريال مدريد رسميا لاعبه الجديد داني سبياسوس القادم من ريال بيتس. رئيس ريال مدريد قدم اللاعب لوسائل الإعلام وأشاد بالنجم الشاب وعده إضافة قوية للفريق الملكي، فيما عبر سيبايوس عن سعادته لتحقيق حلم الطفولة بالدفاع عن ألوان الريال. لاعب الوسط البالغ من العمر 21 سنة وقع على عقد لمدة 5 سنوات، وأشارت صحف إسبانية أن الصفقة كلفت الريال 17 مليون يورو. خلص تقرير بريطاني حديث نشرته لجنة متابعة مرض الخرف في مجلة لانسيت الطبية إلى أن تعديل بعض العوامل الحياتية للإنسان في وقت مبكر يمكن أن تبعد عن خطر التعرض للخرف مع تقدمه في السن. وذكر الباحثون أن العوامل الأساسية التي تبقي الخرف بعيداً عن الإنسان تركز على التعليم والابتعاد عن التدخين والسمع والرياضة.